عميد الأسرى. 17 من نيسان في كل عام يوم للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين، لكن هذه اليافطة هنا كانت خاصة بالصحفيين الذين تعتقلهم إسرائيل، حيث يقبع 18 صحفيا أسيرا في سجون الاحتلال وسط مناشدات الجهات الدولية التدخل للإفراج العاجل عنهم. كل مناسبة نحن نتقدم للاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الأوروبيين أو الصحفيين الأوروبي أيضا برسائل لدعم قضية الصحفيين الفلسطينيين وللمطالبة بوقف الاعتقال ضدهم. وهناك ملف قانوني يقدم من قبل نقابة الصحفيين إلى الهيئات الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب ضد الصحفيين الفلسطينيين، وسيكون هذا الملف مطروحا على الكونغرس تبع الاتحاد الدولي للصحفيين في مطلع شهر حزيران القادم. وبالنظر إلى الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين، فقد رصد في عام 2015 أكثر من 400 انتهاك، الأمر الذي دفع الصحفيين إلى المناداة بأهمية وقف مثل تلك الممارسات مع ضرورة وضع الإفراج عن الصحفيين المعتقلين على سلم الأولويات الفلسطينية. هم ضحوا لأنه الاحتلال حاول احتجاز كلمتهم ضمن سياسة تكميم الأفواه. شاهدنا أكثر من اعتقال لزميل صحفي، إغلاق لمؤسسات إعلامية صحفية، وكان من بينهم أخيرا زميل محمد الكيكلة اللي نجح في كسر الاعتقال الإداري. إن شاء الله بعد شهر سيتم الإفراج عنه. عندنا تحركات حتى اللحظة هي في إطار يعني الجهود المعنوية، لا ننكر أن هناك بعض التحركات لكنها في إطار يعني الإطار المعنوي. كاتحاد صحفيين دوليين فقط يكتفي بإصدار بيان هنا وهناك، ماذا يعني لك الصحفيين؟ أو أن نستظهر بطاقة لا يعترف بها حتى الاحتلال؟ اعتقال الصحفيين يتلافى مع المبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم وحق الحرية في وحق الإعلام في الحرية والتعبير عن الرأي، وهذا ما يمارسه الاحتلال على مدار احتلال هذه الأرض الفلسطينية. على المجتمع الدولي والمنظمات التي تهتم بالشأن الصحفيين والإعلاميين يعني التحرك بشكل فوري من أجل إطلاق سراح هؤلاء الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال. وقد تنوعت الانتهاكات الإسرائيلية بحق الإعلاميين، حيث احتجز واستجوب 37 صحفيا في عام 2015، إضافة إلى تحويل 20 صحفيا للاعتقال الإداري أفرج عن بعضهم وإغلاق 3 مؤسسات إعلامية، في حين شهدت الأراضي الفلسطينية 165 اعتداء جسديا وإصابة بحق الصحفيين على يد جنود الاحتلال. كل معرض للاعتقال، فالأسر لا يعرف أحدا، حتى أن كنت صحفيا تكتب خبرا أو تمسك بالكاميرا أو حتى تجلس خلف مايك، كل ذلك بنظر إسرائيل لا يختلف إن كنت صحفيا أو كنت مواطنا عاديا. جهاد قاسم، تلفزيون وطن، مدينة راب الله.